اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. وطبعا الشباب زي ما احنا عارفين يعني هم الامل والمستقبل، ووعي الشباب وفكره بيعتبر هو مؤشر حقيقي لوعي اي امه. بالاضافه طبعا مش هنقول يعني وننكر دور السيدات والرجال اللي بنشوفهم كبار السن اللي هم بيحبوا بلدهم وبينزلوا الانتخابات. فالجامعات المنتشره في ربوع مصر، يعني زمان كان لما حد يروح جامعة كانت جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط في الصعيد، آخر حاجة كانت جامعة أسيوط. حتى في بعض الفروع مثلا الموجودة في المحافظات كانت تابعة لجامعة أسيوط، بعد كده أصبح في كل محافظة في جامعة بالإضافة للجامعات الأهلية والتكنولوجية. فالعملية التعليمية في مصر تطورت بشكل كبير جدا، وكمان الطلاب، يعني ضيفنا النهاردة كان بيتابع الطلاب والطالبات بالذات والتصويت، لأنه آخر ميعاد المدينة الجامعية آخرها 8 مساء، وكان في يعني بيكلمني قبل الهوا على أنه الطالبات كانوا مصرين النهاردة على أنه يكون ليهم السبق، أنه أول يوم أنا عايز أصوت أول يوم، مش هروح تاني، هروح يعني ممكن الناس تروح تاني يوم وتالت يوم ولازم طبعا، لكن أول يوم بيبقى ليه فرحة خاصة. علشان كده كان متابع لهذه العملية والعملية التنظيمية من خلال الفتيات والشباب اللي بيشاركوا في العملية الانتخابية. أستاذ دكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بيك وأهلا القائمين على البرنامج. كل سنة وحضرتك طيب. طيب أنا سألت حضرتك صوت الساعة كام، قلت لي 9 الصبح. بس دلوقتي كنت بتتابع المدينة الجامعية والطالبات، احكي لنا عن الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين استعين ما بعد. طبعا بشكر قائمين البرنامج على اهتمامهم وتغطيتهم الاعلاميه اللي بتهم المواطن الاسواني في المقام الاول ثم المواطن عموما في جمهوريه مصر العربيه. بالفعل جنابك زي ما قلت يمكن جامعه اسوان كان لها سبق منذ ما يقرب من 8 ايام او 9 ايام. كان عندنا عديد من الايام بنروح نعمل فيها توعيه للطلاب بمدى حقق الدستوري في المشاركة في الانتخابات. نعم. وبين ندفع الطلبة بأن لابد أنك يكون لك حق في هذا ولك التصويت. عملنا الكلام ده على مدار أسبوع، ثم تلا صمت انتخابي لمدة 48 ساعة، ثم جانا بقى العرس أنه هو أول يوم النهاردة وإن شاء الرحمن تاني بكرة وبعد له 10 و11 و12 ديسمبر. بالفعل لما بدينا مع بداية الأسبوع الأول كنا بنلاقي كثافة طلابية كثيرة من الطلبة والطالبات بيحضروا الندوات ويسمعوا يشوفوا ما وصلت إليه مصر. أصل الأمانة يعني لما يكون إحنا في عصر الجمهورية الجديدة، والعصر الجمهورية الجديدة يكون يمتلك بقى المقاومات الإلكترونية والتكنولوجية والخلاف ودوه، بنحصد ثماره بعد مضي 9 سنوات. ما أنت مش معقول هدوس على زر الكمبيوتر هتقول دي الجمهورية الجديدة وبقينا كل حياتنا مميكنة في يوم وليلة. لا، عايزة بنية تحتية يعني منقول بالكذا سنة، يعني مش هتنفع سنة واحدة. فيمكن ما وصلنا إليه من محاضرات إلكترونية، امتحانات ساعات بتبقى أونلاين، ساعات بقدر أخش أعمل كل الميزات بتاعت الجامعة عندي عن طريق النت، حجز المدينة الجامعية، دفع الرسوم بتاعت الفيز بتاعت السنوية للطلاب، المدينة الجامعية، الكتب مثلا ينفع برضو وخلافه. كل ده هذا يسر على الطلاب ان في بنيه تحتيه اتعملت. البنيه التحتيه دي خدت جهد ووقت ومصاريف، مليارات الجنيهات، خلينا بس الامنه خدت مليارات الجنيهات، وخدت بقى تطوير في عديد من الاوجه. ثمارها جه على الطلاب في المرحله الجامعيه، انا بكلمك عن الجامعيه اللي تخصنا يعني. فالطلبه لقت حاجات في ايديها ملموسه. فبالفعل اما جينا قلنا لهم ما هذا والحصول على هذه النعم يعني أنا أسف المقاطعة، لما حضرتك كنا في الثانوية العامة لما كنا بنختار الكليات كنا بناخد طوابع ونلزق الطوابع، أو فاكر الأظرف دي والجيل بتاع الجيل بتاعنا يعني لو لزقنا طابع غلط باظ اضطر نروح اعيد الملف اعيد الملف كله، صح ذكرتني مش كده؟ طب احنا فين دلوقتي؟ دلوقتي انا وانا في بيتي وممكن معايا موبايل حديث شويه اقدر اختار التنسيق بتاعي والرغبات، وعندي فرصه اعدل في اي وقت، عندي فرصه بقى ما تشيش بقى الصفحه اقطعها زي ما كنا بنعمل كده زمان واعمل لها ده انا، واخر لما يعني اخد راي الاسره كلها في اختياري لترتيب الكليات والرغبات اروح اعمل سبميت او يعني ارسال كده ارسال وخلصت.
طب اقول لحضرتك حاجه، يعني موقف برضو يعني، ولسه هنكمل كلامنا، الدكتور لؤي فتح لنا مجالات جميله جدا. كان في بعض الناس تغير مستقبلها في بسبب طابع، كان بيلزق الطابع، لزق طابع غلط، فوجهه لكليه تانية خالص. الحاجه التانية انه ممكن على لاخر لحظه نتشاور كاسره يعني، وحصلت مع بعض معايا ومع بعض الزملاء، انه مثلا مختار كليه معينه، مختار مثلا طب اسنان، وجاي بعد كده لا انا عايز ومجموع جايب طب بشري، فيعمل تقرير اغتراب او حاجه اسمها تقرير اغتراب في الاخر، تروح موديها لجامعه اسوان. فدي حاجات ما كانتش متاحه قبل كده. كان انا ممكن خلاص دخلت كليه معينه اعمل بقى تحويل واقعد كذا شهر في قنا او سوهاج علشان اجي اسوان بعد كده. فدي نقاط فعلا انجازات. في عصر الجمهوريه الجديده يسرت هذه الامور. زي ما جربنا تفضلنا وقلنا بنختار رغبات الكليات بتاعتنا في التنسيق المركزي الكترونيا من اي مكان في الدوله، اي مكان اعمل فيه التنسيق المركزي مفيش مشكله. بعد ما خلصت وتشاورت مع الاسره وظهرت النتيجه بتاعت المرحله الاولى، هل خلاص بتغفل؟ قفلت الحياه انتهت؟ لا، الامور يسرت جدا في عصر الجمهوريه الجديده، وبقينا نقول فيها ايه؟ اعمل حاجه اسمها عدول عن الرغبه كمان. عدول عن الرغبه بمعنى ايه؟ اخش وغير الرغبه اللي حطيتها اللي جات لي بعد ما عملت سبميت، يعني جيت لي بعد ما عملت سبميت وبعد لا ده مش بعد ما عملت سبميت، ده بعد ما اعلنت النتيجه اكتشفت ان مجموعي يجيب حاجة دي أكبر. بس انا كنت مختار كليه مجموعها اقل شويه شوي من اللي موجود دلوقتي، بس مجموعي يجيب الاعلى. فاروح اعمل ازاي؟ اعمل حاجه اسمها عدول عن الرغبه. طب ايه بقى؟ اسافر من اسوان لغايه القاهره عشان اقطع تذاكر، اسحب ملف خالص الكترونيا، بقدر اروح جاي عامل حاجه اسمها عدول عن الرغبه، بيفتحها لي وشوف يختار لي الرغبه اللي انا كنت عايزها للمحافظه اللي انا فيها. طب ما مجموعي مش جايب من المحافظه اللي انا فيها، الاقرب ليه؟ فالاقرب الى ان ايه؟ تحصل اللي انا عايز اخشها. في زي ما جنابك تفضلت وقلت قدرت كليه الاسنان وخدمت علاج طبيعي مثلا او علاج طب عملتها طب اعلى، خلاص اروح اعملها، بس مش جاي لي طب اسوان. طب خلاص وماله؟ جت لي طب اسيوط. طب اوكي، طالما رجليك اتحطت في احد الكليات الحكوميه في اي جامعه حكوميه، من حقك تعمل تقليل اغتراب. تقليل اغتراب دي المرحله الثانيه. فرضا انا مجموعي، لا انا ما غلطتش فيه، ده كان الاول لازم اكتب طلب لرئيس الجامعه واستثنى ومعلش يا دكتور اصل هي ظروف كذا وانا مجموعي كذا، فانا كتبت الرغبه غلط. بالزبط. كانت قصه كبيره يعني، فدي شعارين بيها الشباب الولاد. انا بيجي لي قوائم من الوزاره، خلاص بقى الطلاب دول التحقوا بيه احد كليات التربيه، كليات مثلا الزراعه وخلافه. القوائم اللي بتجي لي دي ساعات ممكن الاقي فيها اسامي طبعا مش موجود، بيبقى عمل ايه بقى الطالب؟ زي ما جنبك قلت، عمل عدول عن الرغبه او عمل تقليل اغتراب، راح رايح لمحافظته الاقرب. اصل الامور يسرت، انا ليه طالما الطالب جات له احد الكليات زي مثلا جنبك ما تفضلت مثلا القاهره، جات له طب اسنان المنيا، هل ما اسيب الطالب بعيد عن اسرته عشان في درجات؟ لا، لينا لغايه 10% من اجمالي الطلبه اللي دخلت طب اسنان عين شمس يقدر الطالب ينقل اليه. طب ده بيوفر كتير. ايوه. اول حاجه عامل لم شمل الاسره، يبقى الطالب مع زويه واولياء امره واخواته في البيت. تاني حاجه وفر عندي مكان مدينه جامعيه لطالب مختبر من مسافه ابعد، مسافه ابعد زي اللي النهارده هنتكلم عليهم دلوقتي اللي كانوا معايا لسه. فمن مسافه ابعد ساب له فرصه. فكل ده بيبقى على كاهل الدوله وعلى ميزانيه الدوله، لان الارقام زايده جدا. احنا كنا 350 جنيه عملناهم 500 جنيه لل 30 يوم في الشهر للسكنه وللاكل والشرب، فطار وغدا وعشاء. تخيل. طب دي تلاقيها فين دي؟ طبعا مدعومه دعم في ظل جمهوريتنا الجديده، مدعومه دعم فوق ما انت متخيل. وده طبعا يعني ده ليه؟ يعني بنشجع ابنائنا على انهم يكونوا ايه؟ مرتقين في هذا المضمار الا هو المضمار العلمي. بعد ما انتخرنا من الاسبوع اللي كان فيه ندوات وفي توجيهات ان احنا الطلبه تبقى لازم في المقام الاول نفهمهم ايه وعينه وايه حقق الانتخابي، انتقلنا الى صمت انتخابي مدته كان يومين، يوم الجمعه والسبت، وابتدينا بقى زي ما جنابك تفضل تقول العرس اللي احنا بنعيشه النهارده. كان اول يوم نقاط عديدة أشار إليها ورسائل عديدة أشار إليها السيد رئيس الوزراء. نقاط عديدة، يمكن منهم نقطة كنا لسه جنبك بنتكلم فيها ونقول الثمار التي تجني من منذ أكثر من 19 سنوات. لا ده هو قال بقى إن من 6 سنوات كان في خرائط معمولة على ورق لسه لم تنفذ. فبعد مضي 6 سنوات استلمنا، يعني 6 سنين فقط، بس قدر المكان اللي احنا شفناه على الطبيعة انه بيدلي فيه بصوته دولة معالي رئيس الوزراء
وقال لك ان المنطقه دي كانت ب6 سنين على خرائط، يعني ما كانش على الارض. وشوف بقى الارض كانت شكلها عامل ازاي هناك في العاصمه الاداريه الجديده، بل بقت موجوده في حي سكني في احد المدارس او موجودين، وراح ادلى بصوت الانتخابي وحقه الدستوري في هذا. فده برضو حاجات تضاف الى الثمرات التي تجنى الحمد لله رب العالمين، يعني بنجنيها في عصر الجمهوريه الجديده. وده برضو يعني ان كان يدفعنا يقول لنا بقى احنا في اكتر من كذا مضمار لمسنا بايدينا التطورات فيه، حتى هنا في اسوان زي ما انت شايف، ما هو كم الطرق الموجوده وكم الكباري اللي كان موجود، ويمكن شفنا اكتر من كذا مؤسسه يعني تهم المواطن المصري كانت بتدفع فيه دفع جامد في القرى، ويمكن قريه ومدينه فارس كانت احسن مدينه خضراء. خضراء حضرتك كنت متواجد بنفسك هناك يعني، وتابعت كجامعه، وده من دور الجامعه على فكره من اتجاه المجتمع. يعني في حاجات كتيره جدا احنا، انا حاسس ان الوقت مش 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 هيكفي ان احنا نتكلم منها او فيها عن جامعه اسوان وعن دورها وعن انعكاس كمان دور الجامعه على القرى المحيطه وعلى مدينه اسوان. بالظبط، وفعلا رحنا ووعينا الطلاب عشان نقدر نروح نشوف قريه فارس ازاي بقت قريه الخضراء الذكيه، يعني خضراء عشان بقى تشوف كم الخضره كانت موجود فيها، والثمار اللي بتيجي من البلح وخلافه موجوده ازاي. ايضا الذكيه ليه بقى؟ المجمع التكنولوجي المعمول، خلاص بقيت تقدر تعمل بطاقه الرقم القومي من هناك، تقدر تعمل شهاده الميلاد من هناك، تقدر تعمل الحيازه بتاعت قطعه ارض او خلافه، تقدر تعمل الاسمده في مكان واحد في كل الحاجات التكنولوجيه دي. طب ربطناها ازاي؟ ما ربطناها بالواي فاي، يعني يبقى شفت البنيه التكنولوجيه اللي خدمت الطلاب في المحاضرات الالكترونيه وخلافه موجوده كمان. ايضا موجود البنيه دي كانت بتتعمل ازاي؟ وصرفت قد ايه؟ وكام مثلا مليار صرفت عليهم طوال هذه السنوات؟ فبالفعل يعني دوله معالي رئيس الوزراء اشاد بحته جميله جدا واكد عليها، ودي برضو اللي هي بتاخدنا نقول ان احنا عايزين في الفتره القادمه بقى ان شاء الرحمن في الفترة القادمة في الرئاسة اللي هي من تبتدي من 2024 تنتهي في 2030 تكون بقى برضو ايه استكمال لهذه ما انا بنية بنيتها وبكمل ثمارها، عايز بقى تجبل الثمار اكتر. على نفس المنوال هنمشي باذن الله يعني، وعشان تبقى ايه الفوائد اكتر تعظيما. طب وده كان ده اللي لاحظناه مع الطلاب واحنا كنا في تابعت الطلاب ايه اللي حصل. ده اللي لاحظناه مع الطلاب لما كانوا بيحضروا الكثافه، يمكن نوهت لهم قلت لهم انا عايز زي ما انتم بتحضروا هذه الكثافه نكون موجودين بقى في الايه في الثلاث ايام بتوع الانتخابات نكون موجودين. ايه اللي حصل النهارده؟ تخيل ان هتكون الكثافه قليله، ده الكثافه الطلابيه صباحا راحت من الجامعه، وكنت قايل الناس اللي ما عندهاش مثلا محاضرات راحوا الصبح ليه بقى؟ وانا قلت مش عايزين نعمل امتحانات عشان الامتحان ما يجبرش الطالب يتنه قاعد ويقول لك لا انا عندي امتحان مش قادر اروح انتخب. وبعدين احنا بنعمل ايه الامتحانات دلوقتي؟ مش امتحانات نهايه الفصل الدراسي الاول يا عم جميع 23 24، لا ده منتصف الفصل الدراسي اللي هو بيسموه الميد تيرم. طب ما هو مش لازم يكون 10 11 12، ممكن يبقى الخميس 13 14 خلاص الاسبوع القادم. لسه معايا شهر امتحانات رسميا نزلت في الجدول الامتحانات من معالي وزير التعليم العالي دكتور ايمن عاشور، قال ان 9 يناير اول يوم امتحانات عشان اخواتنا المسيحيين في 7 يناير و8 بدهم لهم اجازه. تمام، وبنيجي نبتدي من 9 يناير. طب انا لسه 9 يناير قدامي وقت. طب يبقى خلاص يبقى اقدر اعمل امتحانات تقييم الطالب اثناء اعمال السنه، ممكن نعملها اليوم 14 15 بالنسبه لي ما يبقاش فيه مشكله خالص فيه. بل بالعكس انا عندي بعض الكليات بنعمله اونلاين. اي بنعمله على شبكه الكترونيه. النقطه دي مهمه حضرتك، نقطه الاونلاين دي كانت تحدي كبير وخصوصا في جامعه اسوان. وحابب اتكلم عنها وخصوصا في فتره كورونا، كنتوا بتتعاملوا ازاي؟ وكانت ما دي من ضمن النتائج ومن ضمن الانجازات. ايه اللي حصل في النجليه؟ ايه اللي حصل في لما انا كان في ايام كورونا كان معانا مدرستين، مدرسه ان انا انك تعمل البحث وتيجي تسلمه بعد انتهاء فتره كورونا وتسلمه ورقي، او انك تبعته لي اونلاين. طب اعمله اونلاين ازاي؟ عن طريق الموبايل، عن طريق جروب مثلا نحطه او خلافه بنجمعه له ونقول انت بتكتب الريبورتس اللي كان مطلوب منك تعمله من احد التاسك طالبه منك استاذك، وتجاوب عليه ومعاك مده بينيه، وتروح جاي مرجع له ريبورت في خلال يومين ثلاث ايام، بيجمع هذه الريبورتات ويقيمها ويقول كان عباره عن التقييم بتاعنا ايه؟
باس اور فيل، يعني يا ناجح يا ساقط، ما كناش بنقول له درجات كام وكده، نيسر على الطلاب. ما هي الحقيقه كانت وكان في محاضرات اونلاين في الكليات العمليه شغاله اونلاين، كانت شغاله اونلاين مسائل مثلا في كليات الهندسه ولا أو ولا طب ولا الطب ولا علوم. انا عامل بالعكس، احنا استغلنا ده لغايه الايام دي. لما بيكون في تكدس على حصص التمارين، حصص التمارين محاضرات، لا تعالى استاذ الماده بيشرح لك المحاضره فيزيكال فيس تو فيس كده على السبوره، تمام. طب انا عايز احل مساله، انا لازم اكون قاعد موجود في قاعه ومكيفه وكده، لا ممكن اعملها من على بعد. وخاصه لما نيجي نعمل المسائل والحصص التمرين بتبقى جروبس، يعني مش كل الطلبه تخش مره واحده، صحيح. بندخلهم مثلا ايه 20 20 25 25 طالب. طب خلاص طالما هعيد ال 25 طالب، كل 25 اعيد لهم نفس حل المسائل، نقدر نعملها لهم من على بعد عن طريق النت او الشبكه يعني عندنا متواجده، والطالب يقدر ايه يحل المساله ويتعرف على حلها من هو في بيته، مش شرط ان يجي الكليه. وفرت على الطالب، وفرت على المكان، وفرت انتقالات، وفرت سولار وتذاكر وكلام من ده. فطبعا دي برضو من ضمن الحاجات اللي بنجني ثمرها في الوقت الحالي. لا بالعكس، ده انا عندي الامتحانات الفاينل في القطاع الطبي اللي هو كليه الطب وكليه التمريض ومعهد التمريض، كله على شبكه كمبيوتر موجوده عندي في سيرفر كبير بيسيع 700 طالب اساسي تايم. يعني 700 طالب في وقت واحد بيمتحنوا على 700 جهاز في المبنى الجديد اللي في سحاري الاداري. ايوه طبعا كله مش في قاعه واحده، في اكثر من قاعه، بس كلهم متصلين ببعض. بس امتحاني غير امتحانك. الامتحان عباره عن 100 سؤال، يعني انا قاعد جنبك بس امتحاني غير امتحانك. بس تقييمك هو نفس التقييم طبعا. طب ازاي امتحانك انت معاك 100 سؤال، سؤال الاول تاني تالت رابع، انا بقى سؤال ال 20 ال 32 ال 35 ال 100 اللي جنبي ترتيب تاني. فعمرنا ما هنقدر نبص من بعض بالظبط، لكن اللي هنضيع وقت بعض اللي في الاجابه دي، وبنعملها بطريقه اسمها جافل. وايه بقى السؤال ال 35 عندي هو نفس العاشر عندك، بس الحل انا الاجابه ايه؟ الحل عندك بي، الحل عند زميلي الثالث سي. يا حتى دي كمان قدرت ان انا اعمل فيها تبادل وتوفيق، بحيث اقدر اخلي ال 700 امتحان غير شبه بعض خالص، كل امتحان غير التاني. حاجات كتيره قوي حسابات كسبت. لذلك لما جيت لقيت الطلبه بقى النهارده، قلنا ما فيش امتحانات اعمال سنه، لكن في محاضرات يعني الطلبه بتعيش زي الانتخابات ابدا، محاضرات شغاله. لكن بدي في فترات ما عنديش فتره صباحيه، لا اروح انتخب فيها. طب ما عنديش فتره في الظهيره في لجان موجود. طب ما عنديش فتره العصر كان في لجان موجود. ما عنديش المغرب، طب اروح ادلي، يعني خلصت محاضراتي صباحا وفاضي مساء روح. طب انا مغترب. طب وموجود انت فين؟ في المدن. هي دي اللي كانت بالنسبه لكم المتابعه والاشكاليه. بالظبط. معانا ثلاث مدارس، مدرسه محمد درويش في اطلس، ومدرسه اللغات المتميزه الحديثه الموجوده في اسوان الجديده، ومدرسه الصداقه موجوده في الصداقه. الثلاثه دول مع مين المغتربين؟ بس يسيرة الامر للطلبه اللي في المدينه الجامعيه، يلا حضرت محاضراتك صباحا وظهرا مش قادر بقى فروحت المدينه، لا روح بعد العصر، روح المغرب وادلي في صوتك. هتبقى الكثافه موجوده، لان هيبقى الكثافه الصباحيه زي ما انت شايف قنواتك المتعدده كثيفه جدا. طب انا ليه اعمل تزاحم زي ما احنا شايفين؟ لا، على مدار اليوم موجود، خاصه اتيح اللجان الانتخابيه من 9 صباحا ل 9 مساء، يعني 12 ساعه، فتتعمل الوقت كويس جدا. بالعكس نقدر نخفف على بعضينا في التوقيتات، ويبقى الادلاء في الصوت ما بياخدش اكتر من دقيقتين. سمحنا للطلبه والطالبات في المدن الجامعيه انهم يروحوا يدلوا باصواتهم، سمحنا لهم بالمدينه الجامعيه تكون مفتوحه ما فيش فيها مشكله، لان دول ثلاث ايام يعني ما بيمروش في حياتنا كل سنه، فمن حقهم انهم يعني الوقت يمارس. اخركم كان 8 مديتوها ل 9 او 9 ونص او 10 على حسب والله اللجان في المدن الجامعيه زي مدينه الشبات ومدينه السيل ومدينه السمان ومدينه السحاري، اللي سمحنا لهم انه ينفع لغايه الساعه 8 بالليل نرجع. طب راحوا الساعه كام؟ راحوا بعد العصر في النور يعني او المغرب او المغرب. راحوا بيكلمونا ويتصلوا بينا وكلام من ده. بنبعت معاهم مشرفه طبعا البنات، انما المدينه جمعيه للطلبه لا يعني مش عايش مشرف فبيقدر يروح طبعا. بس تاخد بالك بطاقتك تبقى ساريه لانه مش زي ما بقاش بطاقه ملغيه. البطاقه بتاع ما تجيش بقى بصوره، صوره البطاقه زي ما بقيت للطلبه والطلبات بيعملوا كده، وبسمح في الكليات اهو نمتحن ما انا عارف الطالب وحافظه بجيبه من ملف ومعاه كارنيه او معاه كارنيه او ما معهوش حاجه فيها كارنيه مش عارف نادي ولا بنسمح. انما مش هينفع في الادلاء الانتخابات يكون الحاجات مش معايا ولا صوره بطاقه. لا لا، نسقته العمليه دي من قبل الانتخابات ونبهنا
خد بالك، يبقى معاك البطاقه بتاعتك وساريه. طب العمليه اللوجستيه دي مهمه جدا، لكن اسمح لنا نروح للبحر الاحمر نعم. مع انا مع الاستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعه اسوان لشؤون التعليم والطلاب، وكان بيتكلم قبل التقرير عن نقطه اللي هي الدعم اللوجستي، او برضو ازاي احنا يبقى فيه توعيه لخلصنه بطاقته اجاده بطاقته والعمليه الانتخابيه نفسها مع الشباب في والشابات في جامعه اسوان. فكان في استعداد من قبل كده يا دكتور لؤي؟ اه بالظبط، هو يعني تغطيه جميله جدا من قناه طيبه، الله يخلي حضرتك، في انها قناه من انها تغطي لغايه البحر الاحمر، ويمكن المشهد اللي احنا شفناه من شويه صحيح، يعني تلاحم الكنيسه مع الكنيسه مع الازهر حاجه رائعه. نفس المشهد شفته في أسوان حاليا. قبل ما أجيلك برضو كنت في أحد اللجان أطمن عليه، ولقيت وكيل وزارة الأزهر بنفسه فرع أسوان موجود هناك، وكان صباحا أسقف الكنيسة موجود بيدلي بصوته في هذه، فده طبعا نفس المشهد كان موجود هنا. فدي حاجة كويسة جدا، وبرافو عليكم انكم واصلين لغاية البحر الأحمر. شهادة نعتز بيها من حضرتك كابتن الوزير، والله حاجة رائعة يعني. الله يخليك. وبنرجع لموضوعنا تاني في اللوجستيات اللي كانت موجودة بقى، وإن احنا نقدر نحققها لطلابنا. بالفعل كنا بنقول لهم، وما ينفعش يكون مثلا إيه مواليد 2006 أو 2005 وهتروح، لا، الانتخاب ليها سن معين، مش طلوعك حصولك على البطاقة. وعندنا بعض ابنائنا يلا اللهم صل على النبي عنده حماس الثانويه العامه، لا لا، وبيبقوا واخدين الثانويه العامه في سن صغير، الدبلومه الامريكيه وخلافه، فبتختصر لهم السنين، فبيلتقي يلتحق باولى وعايز يشارك طب حصلت ان في احد بيرجع لما ما انتخبش، لا طلع ان سنه اصغر، فقلنا لا السن الاصغر مش هينفع، لو عايز بس روح عشان تتعلم بس. شوف الحميه حصلت، شوف الحماس، الطالب راح وشاف زمايله وشافهم بيعملوا ايه، ويعني خبره في الحياه. وده اللي قلنا للطلاب، يعني ما انا وانت خلاص اجيالنا لازم نسلم الرايه للوراء. صحيح، هسلم الرايه للوراء من غير ما اكون اعلمه، اقول له في حاجه اسمها انتخابات وزي دول العالم الاول، حياتك ماشيه طبيعيه، محاضراتك شغاله والتعليم بتاعك شغال، انت دقائق معدوده بتختصها من وقتك بس عشان حياتك تمسك الرايه من ورانا. ما تقولش ان احنا قصرنا معاك في احد النقاط، الا وهي حقك الدستوري في انك انت تقول رايك ايه، وبنقول لك حريه الراي مطلقه. ما انت قاعد موجود قصادك ورقه يا دوبك بتعمل عليها صاحب القلم قصاد احد المرشحين، وده طبعا دور ابنائنا في انه يكون مشارك بقوه في هذا، ما هو ده اللي هنفرح بيهم لما انت ما تلاقي ابنك يعني بيدلي صوته وليه استحقاقه وبقى دور ايجابي في المجتمع، وده اللي احنا عايزينه، مش عايزين في نوع من السلبيه ويقول لك لا ما نروحش لا لا لا. فلاحظت هذا، لذلك قلنا نخفف العبء عن الطلبه، يعني لو هم عايزين خاصه ورا المدينه الجامعيه ما قالوا لنا افتحوا لنا البيبان، فقالوا لا، وقلنا للانسات معاكي مشرفه هتبقى معاكي عشان بس يعني سلام عليهم سلامتهم عليهم مغتربات بالذات، ان هم موجودين في سحاري عندهم مدينه جامعيه للطلبه، وفي ابو الريش مدينه جامعيه برضو كبيره، كل دول مغتربين، كان هيسافر بقى محافظته كانت القاهره ولا وهيدفع تذكره رايح وتذكره راجع، غير بقى اكل وشرب، كان هيعطلوا عن بعض كمان محاضرات وكده، لا يسر الامر جدا، ثلاث لجان زي ما قلت لك في بدايه الحلقه موجودين في منتهى اليسر، ما بياخدش من الطالب اكتر من ثلاث دقائق، طب يلافت بالرقم القومي هيروح وبالرقم القومي، مجرد الرقم القومي بتاعه موجود، بيعرف بيبص عليه بيشوفه احد المغتربين بيتاكد من الرقم وسريان البطاقه وسليمه، وعلى طول بيروح مفعلها له، والطالب يدلي الصوت ويغمس صباعه في الفسفوري ايوه وبيخرج. طالب بقوا يصاروا مع بعض جروبس ويقولوا معقوله دي، يعني عايز اقول لك انا نفسي اندهشنا من الاقبال ده، كنا قلنا هيحصل احجام وهيقول لك اجازه ومش عارف هو نروح ليه، لا راحوا وهم اللي بيطلبوا نسيب او يقول لك خليها بكره خليها بعده، لا يعني لا ده في ناس النهارده بدرت انها لا ده انا صوتت اول يوم، يعني حاجه بالنسبه له يعني مميزه، يعني انه متميز يعني. والله انا عندي طلاب المدينه الجامعيه بيبقوا اربع فرق، الفرقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، فما بعض الطلبه قبل يحب نروح قلنا طب اطلعوا جماعه وروحوا مع بعضيكم جروب، خليكم مثلا الفرقه الاولى النهارده ومثلا ظهرا، بالليل ممكن الفرقه الثانيه، بكره ممكن نروح وبعده برضو كمان، ما احنا مش هنروح ايه ده زحمه النهارده خلاص ما اروحش، لا ما هو معاك بتاعك تروح بكره، بالعكس انا مش عايزك تعمل تكتب. طب العمل الاداري والموظفين وازاي برضو تنظمتوا العمليه دي؟ نظام العمليه لهم مواعيد مثلا فبعد الساعه 2 عادي النهارده في الحرم الجامعي، وقلنا في المكتب الواحد يقسم نفسه على ثلاث ايام،
حلو قوي دي. المكتب بيبعت اسود ليه؟ مصالح الطلبه ما بتقفش. في صحيح. عندي طلبه بيبقى عايزه شهادات، خاصه ان خلصوا سنه الامتياز في معهد التمريض حاليا، عايزين الشهاده، فدي عايز يدفع الرسوم وعايز يستلم الشهاده وتتختم وكده. طب هقول له لا، هم مغلقين لمده 3 ايام. لا لا لا، نعمل زي ده، يقول العالم الاول بقى. يعني الحياه مش متوقفه، الحياة يعني موجود. كله شغال. هنقسم المكتب احنا 8 مع بعضينا، 3 النهارده 3 بكره 2. لا طب انا اقدر ان انا اروح مساء. طب خلاص، يبقى مش لازم صباحا تكون موجود، لكن ميسر لك الامر زي ما يسرنا على الطلاب. قلنا لهم ان ما يبقاش في امتحانات عشان ما يبقاش في عقل للطالب ان تشغيله عن الحق الدستوري برضه للموظف. قلنا له في 3 ايام موجودين معانا، قسموا نفسكم كما شئتم، وقولوا مين هيروح النهارده، مين يروح بكره، مين يروح بعده صباحا. انما لو قادر عصرا، مغرب، بالليل، لغايه الساعه 9 في اللي كان شغال. وانا جاي قبل ما اجي لك مريت على بعض اللي كان لقيتهم شغالين لغايه الساعه 9. فطبعا دي بتيسر الامر قوي على والله انا عايز اقول لك ان احنا كنا ممكن نرتقي خالص ونعملها الكتروني. دي حلمنا بقى. ده الحلم الانتخابات الجايه ان شاء الله. انه تبقى يعني لسه النهارده بتكلم مع احد الزملاء، قلت له ما ليه مش الكتروني ونخش كده بالرقم القومي ونصوت وتبقى حاجه رائعه كده. فدي حلم من احلامنا بقى. ولا دول العالم الاول زي روسيا وكده، حصلت فيها تركه كده وحصل فيها بعض الشغلات. فهتخطى البحث عن خلال ناخد احسن حاجه يعني، ونعمل عليها كنترول بحيث يبقى فيه سكيورتي عاليه جدا، ما يخليش بقى حته حد يعرف يعمل. بالعكس دلوقتي بقى فيه الصوره موجوده، كانت شويه موجوده قبل كده. لا يعني هيحصل عليها يعني كنترول اكتر شويه من كده مع السنين القادمه ان شاء الرحمن، ويكون فيها تقدم جميل. طب دكتور لأي يعني انا لسه بقول وشهاده حق قلتها قبل ما حضرتك تيجي، ان انا لما شفنا التطور الرهيب اللي حصل في بعض القطاعات وكان منها القطاع الصحي، كانت معاناه رهيبه، وكنا نشوف العنابر العنبر اللي فيها المرضى كانت بتبقى السراير جنب بعضها، وكان مستوى النظافة ما كانش بصراحة يعني مرضي. حاليا ما شاء الله أنا شفت حاجات رائعة، شفت نظام يعني مبنى البطنة الجديد ده اللي موجود في الجامعة، الناس العميد مثلا أو رئيس أو مدير المستشفى موجود، وفي شغل وفي عمال، في ناس بتشتغل، وفي تطور شغال جنبا إلى جنب. ففي خطوات كتيرة تمت، في حابين برضو ناخد فكرة عنها من حضرتك. يعني بنعمل على مدار ال 24 ساعة في المستشفى الجامعي، ما بقيناش مستشفى تعليمي بس، بقينا تعليمي وعلاجي. طبعا طبعا، اصل تعليمي بقى هاخد الطلبه واقعد اعلم فيهم بس وخلاص، على عدد قليل من المرضى، وبقى الدور او بقى الدور في الجراحات والعيون والمسالك وكلام زي ما بقول مبنى الكلى اللي اتعمل جديد موجود جنبك، تفقدته برضه او شفته، حاجه فائقه جدا وصرف صرف كم هائل من الميزانيه بتاعت الجامعه وعاملينها للمستشفى يعني. والقلب احدث الات حاجات القلب برضه وشفناها، وعمليات رائعه اتعملت، وعندنا يمكن بعض من غرف العمليات بقت معموله بنظام الكبسوله، والكبسوله دي حاجه مجهزه بحيث انها يبقى معقمه يعني تعقيم ذاتي، ثم انها بتبقى مقفوله بطريقه معينه وفيها الخدمات بتاعتها كلها موجوده، ودي طبعا حاجه فائقه وردت من حوالي 5 سنين او 6 سنين، برضو بنيجي نستمرها حاليا الايام دي. وبالعكس ده احنا عايزين بنعممها في مستشفى الكلى او مبنى الكلى يعني، وبرضو بنحدث ونجيب احدث اجهزه في غسيل الكلى. طبعا عايز اقول لك ان احنا في هذا المضمار بنبذل فيه شوط كبير جدا، وزي ما جنبك تفضلت بقينا علاجيين زائد تعليميين. بعض كتير من المستشفيات بتاعت وزاره الصحه بقت تبعت المرضى بتوعهم عندنا، وبقينا نعالجهم، بياخدوا منا وقت طويل. فالعلاج بتاعهم برضو على كاهلنا، اي نعم عارف انه مجهد جدا، ومن مبارك الكريم بنقول للناس يعذرونا بان احنا اللي شايلين العلاج الكامل بعربيات الاسعاف بتاعتنا وخلافه. وده طبعا ده بيبقى يعني اوفرلود علينا، لكن ده واجبنا وبنحطنا مستمرين فيه، بس محتاجين دعمكم بقى، ومحتاجين يعني نعذر المديرين المستشفيات والاطقم الطبيه الموجوده عليها ورؤساء الاقسام الموجودين ورؤساء رئيس مجلس الاداره وخلافه. ليه بقى؟ لهم عامل كليه الطب وخلافه ليه؟ عشان بيبقى عليهم مجهود مضاعف، عندهم مجهود التعليمي في المقام الاول عشان يخرج طبيب. صحيح. ثم برضو بتجه دي بجانب ديه
عشان المطلوب متكمل يعني. في متابعة، ايه رأي حضرتك في المتابعة متابعة رائعة يعني. شوف لغاية لجان في أماكن أخرى، وزي ما أنت قلت دلوقتي الساعة 7:30 ويعني المواطن بيقول أنا بعد 2:30 هتقفل العمل، يعني الساعة 7:30 يعني معمول التقرير على طول ومبعوث مباشرة يعني. اللي عايز أقول برضو يعني زي ما دولة معالي رئيس الوزراء كان قال إن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت منظمة تنظيم رائع، تنظيمها كان رائع، باين قوي دلوقتي. ليه؟ أما يكون فاتح اللجان من 9 صباحا ل 9 مساء 12 ساعة، ودولة معالي الوزراء قال عليها نوه عنها، فدي حاجة كويسة جدا. ليه؟ أنا شغال بنكير في بنك وما بخلص الساعة 4، طب انا قدامي 5 ساعات لسه اقدر اروح انتخب فيه. والناس دي بتشتغل كمان السياحه، الاقصر دي سياحه، في ناس برضو شغال في شركه قطاع خاص، همشي في نص الوقت. طب ليه؟ بتروح في وقتها بالظبط، الوقت اللي تخلص فيه شغلها هروح الصبح وهخلص الساعه 5 المغرب بجروبات سياحيه، وهقدر اروح رايح منتخب عندي 3 ايام اقدر انتخب فيهم من 5 لغايه الساعه 9. لا، اختيار موفق في انهم طولوا الفتره الزمنيه بتاعت الانتخابات، ريحت المواطن المصري. وبالفعل الهيئه الوطنيه للانتخابات يعني عملت تقنيات جديده، وبالعكس دلوقتي انت من على الموبايل بتاعك بتقدر بتدخل رقم قومي بتعرف مدرستك فين الانتخابيه. صحيح. وده اللي حصل مع بعض الطلبه عندنا. جبنا 4 لابتوب وفتحناهم للموظفين وللطلبه وموصلين واي فاي، وقلنا لهم هات رقم البطاقه بتاعتك، مجرد بس ما تجيب رقم البطاقه والاسم بقدر اقول لك انت اقرب لجنه فين. يا قاطني اسوان، ما انت مش مغترب بس عايز تعرف انت في لجنه ايه، ممكن انا في دراو وعايز اروح انتخب اعرف مدرسه ايه، او جو اسوان او مثلا في كومومبو. صحيح. واخد بالك؟ فطب عملنا ايه بقى؟ يصلنا للموظفين وللطلبه في كده، ممكن اليوم ده يروح يمشي فيه بدري ويقدر يروح رايح منتخب. واخد بالك؟ مثلا لو مشي من عندي الساعه يعني في مرونه يا بيه، لو مشي من عندي الساعه 12 عشان يروح كومومبو قدامه 9 ساعات عشان ينتخب. طب خلاص امشي النهارده بدري. صحيح. النهارده نص يوم ليك. ليه؟ عشان تقدر انك تطوف. بس مش كلنا بقى في نفس الفصل. لا، عشان نمشي عشان تمشي النهارده، انا بكره زميلي التالت بقى. يعني انا لو مشيت النهارده الساعه 12 أيوة. انا معدي الساعه 2 المفروض. أيوة. مشيت الساعه 12 عشان اروح العمليه الانتخابيه. أيوة. بكره انا هاخد انتخبت ورجعت ومعايا الفوسفور برافو عليك. هيجي زميلي بكره غيري بقى اللي قاعد النهارده لاخر اليوم. فالعمليه ماشيه يعني. طب الهدف ايه؟ العجله ماشيه. الهدف كل الناس في المقام الاول ياخدوا الاستحقاق بتاعهم الانتخابي. الهدف الثاني واللي هو اسمى برضو الا وهو الشغل لا يقف. دول العالم يحصل فيها كده. طب اسمح لنا نروح سوهاج. دكتور، تعليق حضرتك، اكيد لك تعليق على التقرير وراي المواطنات في محافظه سوهاج يعني. لا، دي حاجه رائعه، تخطيطكم جميله جدا برضو، المحافظات تتوالى والتخطيط تتوالى الى سوهاج. نعم. يعني مش سايبين بقعه الا ما يكون بنحاول نغطيها قناه طيبه، فده حاجه رائعه قوي ومجهود ضخم جدا. ده الزملاء بيقولوا لنا، الاستاذ حسن وافي بيقول لي ده على الهواء، ده لسه ورد من الاقصر، ده مباشره. أيوة. قبل شوف الساعه كام دلوقتي معانا، الساعه 8 الا تلت، والناس شايف الاقبال. وتعليق حضرتك. أيوة. برضو على الصوره اتفضل. احد المدارس هي برضو موجوده، فتح ابواب اللجان بتاعتها، ويمكن موجود الكثافه في المواطنين للإقبال على الإدلاء بصوتهم. طبعا اللي رايحين دلوقتي دول اختاروا التوقيت ده عشان يبقى التوقيت فاضي، زي ما حصل هنا في أسوان بالظبط. بس جيت لقيت قبل ما اجيلكم كنت واحد اللي جاي ببص عليها نفس الكثافة، المشاركة بنفس الطريقة. صحيح. يبقى لو قلنا بقى من الصبح لغاية 8 الا ربع وما زالت، لا ده كده بالمنظر ده هيقعد لغايه الساعه 9. ممكن رئيس اللجنه له الحق انه يمد كمان نص ساعه ولا ربع ولا ساعه، عشان ما يخليش الناس اللي موجوده تمشي. ولو مشي بقى مش قادر يجي ثاني يوم بقى، لان يعني انا بذلت مجهود ووقفت كتير. فانا يعني طرقت نقطه مهمه قوي، لان وانس خلاص الباب بتاع المدرسه هيقفل، يعني مش هيسيب الناس ثانيه جديد. فالناس الموجودين دول لا، لازم يخلصوا على طول، زي في البنوك. ايوه. دخلنا البنك والتوقيت بتاع الانصراف تم اللي هو 2:30، لا خلاص الموجودين مش هنقول لهم يمشوا، بيستمروا معونة البنك ده، خلص لهم المعاملات البنكيه بتاعتهم. نفس الكلام، ده استحقاق دستوري، مش هقدر اقول للناس لا انتوا جيت خلاص تعالى بكره، لا مش هينفع. فبالتالي فعلا الكثافه دي ممكن تعدي ما بعد الساعه 9. ليه؟ الاقبال زي ما احنا شايفين كده على شاشتك الكريمه في قناه طيبه، كم هائل من المواطنين موجودين، وده ان دل يدل على وعي المواطن. بقى المواطن عنده وعي بانه انزل شارك،
ما بنقولكش اعمل ايه، بنقول لك ما بنوجهكش الاختيار، اختار اللي انت خالص. عايزه بس تشارك. ما عملنا كده مع الطلبه بتاعتنا، ولا جينا رحنا قلنا اعمل كذا ولا كذا ولا لا، انت انزل ما بتدخلش في اختيارك. وتعلم طريقه الانتخابات شكلها عامل ازاي. ما احنا ان شاء الرحمن بعد الانتخابات بتنتهي هنيجي مثلا في انتخابات اخرى، بس المحليات بقى والمجلس الشعب ومجلس الشعب بيحصل فيه كده، هتلاقي ليك دور تاني كمان تخش. فاحنا عايزينك نفس الكلام انك تبقى متدرب على ده، وحقك دائما في اي انتخابات موجوده في جمهوريه مصر العربيه يكون لك موثق معاك الانتخاب. وده يعني بيدي وعي للطلبه والطالبات، خاصه اللي عندي في جامعه اسوان وخلافه يعني جميع الجامعات يعني، وبيزيد من الوعي. وده اللي لابد ان الطلبه تعمله، يمكن الطلبه بيتابعوا برنامجك الكريم وبيشوفوا مدى الاقبال، بيتحفزوا يقول لك ننزل تاني يوم بقى، يعني اللي ما نزلتش النهارده لا معاك تاني يوم بقى انزل فيه. الناس النهارده من الصبح فتحت شاشات التلفزيون عشان تشوف اللجان وتشوف الاقبال. فالمواطن لما لقى يعني زي ما تقول الموضوع ده فيه عدوى، يعني لما لقى الناس بتروح وزحمه قال لك طب انا هقعد في البيت اعمل ايه؟ لما انا اروح اشارك يعني لازم ابقى موجود. فكان في قبل كده اصوات وفي ناس بتتكلم ومغردين وحضرتك اعلم يعني كانوا بيقول لك لا يعني مش هيبقى في اقبال قوي ومش هتبقى في زحمه قوي. لا لكن لا الصوره اختلفت تماما، يعني يعني العالم كله بقى رساله للعالم كله، المواطن المصري بيوجه رساله للعالم كله. انا مثلا عندي بعض الطلاب في المدينه الجامعيه الذكور في ابو الريش قالوا لا احنا مش هننزل الصبح لان لقينا في كثافه، كثافه يعني زحمه، زحمه خلينا مساء. نزلوا مساء لقينا نفس الوضع ده. يعني يعني لو حب يهربوا من الصبح قال لك ننزل بالليل، لا نفس الشباب بقى تستحملوا يعني هي المشكله. لا في يعني كان فاكرين ان هيبقى ايه هيبقى الدنيا رايقه يعني لا مليانه. فده طبعا ده اللي بنقول بقى يا رب بقيت الناس تبقى موجوده على مدار اليومين القادمين، وننزل بقى على مدار الايام كلها من 9 صباح 9 مساء، سواء بقى الحد الاثنين بكره والثلاث بعده اللي هو هيكون 11 ديسمبر و12 ديسمبر، عشان نلحق صوتي يكون كان مؤثر في هذه الانتخابات ان شاء الله. فده اللي احنا عايزينه من ابنائنا الطلبه والطالبات وجميع المصريين. يمكن لما بيكون في احد افراد الاسره في البيت بيلاقي الشاب عنده الحميه وابتدى ينزل كده، هو بيشجع بقيه افراد الاسره. والعكس صحيح. صحيح الاب نزل وغاد معاه زوجته فرشور الابن هتلاقيه عنده الحميه يقول لك انا انزل عشان اكون ممثل. بالعكس بياخدوا مع بعضهم، وزي ما انت شفت اهو مع بعضهم صور جماعيه. صحيح. صور الذكرى ان احنا في يوم كذا عملنا كذا واخترنا كذا، بدل ما نقول انا يعني كنت طالب في جامعه اسوان مثلا. أيوة. وانا من محافظه تاني ومغتربين بالزبط. فبتصور وانا شاركت في الانتخابات الرئاسيه 2023 24، فبيوثق اللحظه دي. كمان حضرتك لاحظت، لو لاحظت انه في لجنه محافظه سوهاج السيدات معاهم اطفال، معاهم البنات الصغيرين والولاد الصغيرين. فالاطفال دول لما بيشوفوا، ما انا بربي جيل على انه هو يمارس العمليه الديمقراطيه. بالظبط بالظبط. ما ممكن ايه سيده المنزل عايزه تدلي بصوتها ومعهاش غير مثلا اطفال صغار ما لهمش حق الادلاء، طب هتعمل ايه؟ خدته معاها، تعالي معايا. طب ما خدت معاها البنت ولا الولد، حد ذاتها يوم مش بيكررش كل 6 سنين زي انت بتقول. طب ما عايز اوري ابنائي الصغار اني انا كأم بعلمك ان انا نزلت ادلت بصوتي، كمل بقى انت من ورايا. وده اللي قلنا في بدايه حلقتك الكريمه، فقلنا ايه إنك قلنا دي رساله للجيل، لرب جيل. فتعالي يا اطفال انزلوا، وكانها خروجه بالنسبه لهم. فسحه خروج. ويمكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين بالكثافه الموجوده، والجو كمان مساعد. بالظبط، مش حار، نقطه حلوه قوي، ومش ساقع. صحيح، سبحانك رب العالمين. يعني نعمل عند ربك الكريم موجوده اهي، ان تزامنت ان الجو يعني خريفي جميل، فلا حر جدا ولا ساقع، فاعتدال الجو بيساعد الاهالي ينزلوا. ما هو طبعا خد بالك بعد ما هيعمل الانتخابيه هيعدي على اي حاجه، يجيب يشرب عصير، يتمشى، هيجيب حاجه حلوه لابنه بتاع، خرجه من المود اللي هو كان موجودين فيه اثناء المذاكره في المدرسه وخلافه، لان ما لهمش حق الادلاء بالتصويت. فخرجه من المود بتاع المذاكره والمدرسه، وهيرجع يكمل بعد، يكمل بكره وبعده. صحيح. ان كان الاب او الام نزل اولاد الصغار اليوم الاول في الانتخابات، مش هينزلوا في اليوم الثاني ولا في الثالث، يوم في العمر بينزل معاه، بعد كده هيكبر وهيبقى وليه صوت يقدر يدلي بيه من غير ما يكون معتمد عليه، يقدر يروح من نفسه زي ما ابنائنا الطلاب في الجامعه، ويكون مغتربين يعني مش عارفين الحياه بيبقى فيها ايه. صح. فانك برضو تغرز في ابنائك
منذ الصغر وانا عمر اظافرهم ان في حاجه اسمها انتخابات وفي ورقه وبتتعمل ازاي والبطاقه بتبقى شكلها ازاي وبنعمل الحلب الفسفوري، حاجات جديده على ابنائنا الطلاب الصغار اللي موجودين في المدارس وكده، ودي برضو بتغرس فيهم الوطنيه. طيب ودي مطلوب. جميل. دكتور لؤي كنائب رئيس لجامعه اسوان لشؤون التعليم والطلاب، شايف المرحله اللي جايه ازاي؟ امنياتك لجامعه اسوان لمصر، اكيد في خطه بالنسبه لكم، في امال، في طموحات للجامعه، في بعض الكليات هتم استكمالها، يعني كان من ضمن الامنيات لابناء الصعيد وابناء محافظه اسوان انه يبقى في مثلا طب اسوان، طب اسنان، يبقى في علاج طبيعي، هو حاليا في طب بشري وفي كليه تمريض، مش كده؟ تمريض ومعهد تمريض. ومعهد تمريض، ايه الكليات اللي ناقصه انتوا حابين تستكملوها؟ انا قلت في طب اسنان، لا دي مفعله. مفعله؟ يس مفعله كمبنى. بس لسه ما استكملش بقى الايه؟ التجهيزات بتاعته من البنيه التحتيه الداخليه. انما كمبنى معمول، لا مبنى معمول. تمام. خطوطه موجوده ومتعلقه وتخصيصه موجود. بس لازم يستكمل المعامل. وعايز اقول لك ابتدينا يكون في ستاف صغير بدائي كده موجود، عشان لما هتيجي المعامل بقى هم اللي يبتدوا يستلموها ويشغلوها كلام من ده، استحقاق لغايه لما ينزل التصريح بتاعها في الثانويه العامه. ايوه. اللي هو الطالب يقدر يختارها. صحيح. دي ما بتستخدمش غير بنظام جوده. لان عندنا جوده التعليم دي في المقام الاول. صحيح. مش بس ابني جدار. انتوا خدتوا كذا شهاده الفتره اللي فاتت في جامعه اسوان، يعني خدنا عديد من الشهادات وعديد من الاستحقاقات اللي بنقول عليها الرانكينج، اللي هو بالتصنيف، ووصلنا تصنيفات عديده، كان اخرهم بس التصنيف المستدام والبنيه الخضراء دي كانت لسه وصلناها، وواصلين في المرتبه رقم 25 او 26 على مستوى الجامعات المصريه. وده حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا، ويعني احنا نعتبر جامعات ناشئه بالنسبه للجامعات الام. صحيح. زي القاهره ولا عين شمس، ف يعني ده بالنسبه لنا حاجه كويسه ان احنا نقدر نحقق مراكز عاليه قوي على مستوى الرانك كمان العالمي. جميل. يعني طيب. نسبه اعلى استشهادات. صحيح. دكتور حضرتك كنت بتتكلم في نقاط مرتبطة بأنه في الفترة اللي جاية في جديد بالنسبة لجامعة أسوان وبالنسبة للتعليم في أسوان. حضرتك برضو أيضا جميل. تفضل. لا ده أنا مش عايز أسأل حضرتك عشان ما بقاش بوحي لك بالإجابة، فاللي تقوله تفضل. حاجة كويسة، شفت البنتين الصغيرات قالت إيه؟ قالت إن إحنا نزلنا وكان عندنا عزيمة إن إحنا ننزل بنفسنا رغم إن إحنا بنات مع بعضينا وننزل. ما ده اللي كنت بقوله بقى قبل صمت انتخابي امس واول امس، ان احنا بقى ايه بنيجي ننزل جروبات، وكنت في بدايه حلقتك ان ننزل خمسه سته بنات مع بعضينا، منها بنشجع بعض، منها بنقف في طابور كده مع بعضينا لغايه ما الاولى تخلص وعملت اجازه، بنقدر نسلي بعضينا وفسحه خروجه مش هنتجمع مع بعض التجمع ده تاني. عشان تيجي تتجمعوا تاني، ما انت بتقول اهو كل ست سنين. طب هتجمعوا تاني ازاي؟ هيكون بقى يا اللي اتخرجتي واللي اتوظفتي واللي اتجوزتي يعني خلاص مش هقدر انزل تاني واعملها. فالصح قوي ان زي ما قلت وشايف برنامج الكريم او بيجيب له يعني سكوبينج على الزميل في ذراعه وبيقول اهو مجموعه من الزميلات يعني بنات صغيرات نزلت، غير السيدات بقى الكبار موجودين اللي كانت جابت معاها اولادها وخلاف. وده اللي قلنا بقى للطلاب في تنوع هنا في المراحل العمريه يعني. اللي قلنا للطلبه والطالبات عندنا لما تيجي تنزل انزل معاك جروب. صحيح. لو انت في المدينه ما بخليش بنت راح تنزل. طب الايام اللي جايه ايه الوضع؟ عشان ده اخر سؤال مع حضرتك عشان الوقت عدى بسرعه. ايه الايام اللي جايه بالنسبه لكم؟ الايام الجايه برضه صباحا ماشيين بنفس المنوال، ما فيش امتحانات تتعمل على كل العمداء وكل الوكلاء الكليات في الامتحان مش موجوده، لكن بدي محاضرات، المحاضره لو هي مثلا ساعتين زي ما موجود لا بسيب مثلا منهم نص ساعه بقول له اتفضل عشان تلحق تروح، وبعد ما تروح تدلي بصوتك. برضو للطلبه بتوع المدينه الجامعيه لا مسموح لكم امتداد الاوقات، هو انت لسه بتقول احد القضاه في اللجنه الانتخابيه ممكن يمد ما بعد الساعه 9. صحيح. يبقى انا برضو هكون اقدر للطلبه او الطالبات يمدوا ما بعد، مفيش اي مشكله خالص. اطمني ما نزلتيش النهارده، بالعكس ده احنا فرحانين ان بعض الطلبات ما نقدرش ننزل كل السنين مع بعضيه، لا استني انت وانزلي اليوم اللي بعديه، ما هو بكره في موجود برضو انتخابات وبعده ايضا. ليه؟ ما عشان ما اخليش المدينه الجامعيه كلها كل الطلبه تروح سايبه المدينه وماشي. صحيح. فقلنا له طلبه زميلات حبوا يروحوا النهارده بس معاهم مشرفه. هيبقى بكره مشرفه اخرى. صح. ما في كذا مشرفه. نعم. الذكور لا براحتك في اي توقيت، افضل انزل
وبرضه باخد معاك برضه مجموعه من زمايلك عشان برضه ما تروحش لوحدك تنك واقف مش عارف تكلم مين ولا لا، نونس بعض يعني. كلام بعض هتبقى بالنسبه لنا حاجه يعني مخلده للذكرى الكريمه اليوم يعني ان شاء الله. كان لقاء يعني رائع مع استاذنا الاستاذ الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعه اسوان لشؤون التعليم والطلاب. شكرا لحضرتك، شرفتنا يا فندم. شكرا لك، شرفتنا. الله يخليك. اذا اعزائي المشاهدين، هنروح لهذا التقرير وهنرجع نستكمل مع حضراتكم هذه الفتره لمتابعه محافظه سوهاج.